الاباجوره دي بريحه الليمون، يعني لو انت حطيت الفيشه في الكهرباء لما بتسخن بتطلع ريحه ليمون، وكمان بتطرد الناموس. شامم طبعا الريحه صح؟ اللي هناك ده هرسم على الازاز. وشوف لو انت بقى عايزني اكتب لك على الفخار ده اسمك، انا بعرف اعملها سهله قوي. ده يا شيخ والله العظيم، بس انت سيبني نفسك. انا هسيب لك نفسي، بس هو بيكسب يعني موضوع الخزف والفخار ده غدا؟ طبعا بيكسب جدا، ده غير ان هو فتح بيوت فنانين كتير قوي بجد موهوبه وعندهم فن حقيقي. في مهرجان هيبقى قريب جدا في قريه اسمها قريه تونس، انا بحضر عشان اروح من دلوقتي. هاخدك معايا وهتشوف بنفسك الناس دي قد ايه موهوبه، واوعدك واراهنك ان احنا قريب قوي هنصدر بره مصر. وماله؟ واللبس ده بقى بتاع الشغلانه دي؟ مش فاهمه تقصد ايه. يعني كان في لبس تاني ايام الهيلسي فود واليوجا، ولبس تالت ايام الفوتوغرافيا والاستوديو، كل شغلانه ليها لبس ولا ايه؟ هو انا ليه حاسه ان انت بتحبطني؟ يعني اكتئب واقعد في البيت وما اعملش اي حاجه في حياتي مش عاجبك؟ انزل واشتغل واشوف الناس واعمل اي حاجه مفيده ليا برضو مش عاجبك؟ انا مفيش حد بيحس بيا في الدنيا دي غير حمزه وبس. ايوه صح، عندك حق، وانتوا الاخوات وانا ابن البطه السوداء. هي ايه تراكيك وخلاص؟ انت هتعدل الاسطوانه دي كل شويه؟ ولا هنعيد ولا هنزيد. دلوقتي اخوك كلمني قال اختك عندها مشكله، ممكن تقولي لي مشكلتك بقى عشان نحلها عشان اشوف اكل عيشي؟ وكفايه الباشا اخوك قافل المكان النهارده. سامر كلمني وقال انه في حاجات في البيت لسه ما خدتهاش من عندي وعايز يجي ياخدها، وانا بصراحه حاسه ان هو بيتلك ومش عايزه اقابله لوحدي. بقى انت جايباني كل المشوار ده عشان انت مش عايزه تقابلي طليقك لوحدك؟ ما كنت جبت اي حد من صحباتك غدا واقعد معاكي. هو ايه ده المشوار؟ فهمني كده المحور. يا زيدان هو بيخاف منكم عشان كده كلمت حمزه. ما ترجعي له. اخس عليك يا زيدان، انت عايزني ارجع له بعد كل اللي عمله فيا؟ راجل اتكلم مره واتنين وتلاته واعتذر بدل المره 50، باين قوي انه بيحبك وشريكي. اسكت يا زيدان اسكت. مساء الخير يا حياتي.